ينقل الحقائق، يروح ويشوف المستشفيات ويوميا اكو اصابات، والموضوع حجي مو موضوع قوة وعضلات وشوارب، وهذا فيروس ما يعرف لا تشوير. وزارة الصحة تقول التزموا بلبس الكمامة والجفوف حتى تحموا حوائلكم، وثانيا ترى مو عيب اذا تعتذر من القطار بهاي الازمة، كنا عندنا اقارب واهل، وهي ازمة ان شاء الله وربك يفرجها. يعني انت من كل عقلك جالس كبرني وكبير اخوتي وتريدني اطلع البس كمامة؟ عمي شو تقول علي العالم؟ رجال معروف لو تريدني اطرد خطاري، هذا شلون حكي؟ الو الو، هابو يا سلام، شكو